في إطار مواصلة الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 9248 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 10225 متهما، وبقيمة إجمالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 941 مليون جنيه. تتواصل الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابعها بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية في هذا الإطار خلال شهر عن ضبط 9248 قضية اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 10225 متهمة. ونجحت خلال هذه الفترة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، حيث تمكنت من ضبط قرابة 92 طن من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش تزن أكثر من 5 أطنان، ونحو 136 كيلوغرام من مخدر الآيس. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط كمية من مخدر الهيروين تزن أكثر من 491 كيلوغرام، وأكثر من 274 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وما يزيد عن 6 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. ونجحت في ضبط أكثر من طن من بذور الخشخاش، وأكثر من 104 كيلوغرامات من بذور القنب، وقرابة 3 كيلوغرامات من مخدرات الفودو والإنفيتامين والكوكايين. وتم إبادة مساحة بلغت أكثر من 173 فدانا منزرعة بنبات الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط 151,558 قرص لعقار الترامادول، و204,332 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و90,651 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و5 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب941 مليون جنيه. واستمرارا لجهود التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 7 قضايا بإجمالي 274 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. تستمر الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار في المواد المخدرة لتجنب آثارها وتداعياتها السلبية على المجتمع والاقتصاد، وتتواصل النجاحات الأمنية في هذا الإطار بفضل اليقظة والجاهزية والاحترافية لهذه الأجهزة.